السلام عليكم. حاولوا في هذا الفيديو نديروا تصحيح التمرين 8/96 من كتاب في رحاب الرياضيات، الدرس ديال المرجح في المستوى. اوكي، اذا قالوا لنا لتكن ك مرجح النقطتين ام الوزن ديالها هي ام ناقص 1 على 2 ام، وان الوزن ديالها ام كاري ناقص 1 على 2، حيث ان ام كينتمي لاغ نجمه وكيخالف 1. قالوا لنا بين ان ك مرجح ام الوزن ديال 1 على ام، وان هي الوزن ديالها ام زائد 1. اوكي، اذا هذا الشيء غنحاول نترجم. اذا شنو عندي؟ عندي جي، لدينا جي مرجح، عفوا ك هي باغي سونتر، مرجح هو الباغي سونتر بالفرنسية، ديال نقطتين ام الوزن ديالها ام ناقص 1 على 2 ام، والنقطة ان الوزن ديالها هو ام اس 2 ناقص 1 على 2. هاد الجملة هادي اش كتعني؟ يعني ان الوزن ام ناقص 1 على 2 ام ك ام متجهة، زائد ام اس 2 ناقص 1 على 2 ك ان كتساوي المتجهة المنعدم. مزيان، بما ان ام كيخالف 1 فإن ام ناقص 1 راه كيخالف 0، يعني يصلح لي نقسم عليه. اذا غنجي نضرب كلشي في جوج على ام ناقص 1. علاش ضربت في جوج على ام ناقص 1؟ حيتاش بغيت هنا يولي المرجح ديال النقطه مثلا ام هي 1 على ام، 1 على ام، اذا خص تمشي لي جوج. باش غتمشي لي جوج في المقام نضرب كلشي في جوج، وباش غتمشي لي هذا ام ناقص 1 نقسم عليه. اذا غنضرب كلشي في جوج على ام ناقص 1 في هادشي هذا كامل ك ام زائد ام اس 2 ناقص 1 على 2 ك ان تساوي المتجهة المنعدمة. اذا هنا جينا 2 على ام ناقص 1 في ام ناقص 1 على 2 ام ك ام، زائد 2 على ام ناقص 1 في شنو هي ام اس 2 ناقص 1؟ هي ام ناقص 1 مستبقة مع رقم 3 في ام زائد 1 على 2 ك ان. وشي عدد في المتجهة المنعدمة هي المتجهة المنعدم. إذا هذه مع هذه غتختزل، هذه مع هذه غتختزل، غتبقى لي هنا واحد على أم ك أم، هذه مع هذه مشات، هذه مع هذه مشات، غتبقى لي زائد أم زائد واحد ك أن كتساوي المتجهة المنعدمة. ومنه اش غنقول؟ ك راها مرجح النقطتين ام الوزن ديالها 1 على ام، وان الوزن ديالها ام زائد 1. صافي.